اللهم إنا نسألك فرجا للمهمومين وراحة للمكروبين، وأن تصرف عنهم الأذى، وأن تريح عقولهم وتشرح صدورهم. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك، راضين بقضائك. اللهم إني أسألك أياما مبشرة، وهموما راحلة، وقلبا مطمئنا يا رب. اللهم إني أسألك عفوك وعافيتك ورزقك ورضاك ورحمتك ومغفرتك وشفاك وغناك وتوفيقك وحفظك وتيسيرك وسترك وكرمك ولطفك وجنتك. ربنا اجعلنا من أهل النفوس الطاهرة والقلوب الشاكرة والوجوه المستبشرة الباسمة، وارزقنا طيب المقام وحسن الختام. اللهم إنا نسألك يسرا ليس بعده عسر، وغنى ليس بعده فقر، وأمنا ليس بعده خوف، وسعادة ليس بعدها شقاء. يا الله، لا تحوجني لأحد، ولا تجعلني عبئا على أحد، واجعلني غنيا بك عمن سواك. يا رب، إني أعوذ بك من أذى الدنيا وحيرة النفس وموت الضمير وسوء الخاتم يا رب العالمين. اللهم ليس لنا من الأمر إلا ما قضيت، ولا من الخير إلا ما أعطيت، فاجعل لنا يا رب في كل لحظة حظا من عبادتك ونصيبا من شكرك. اللهم إنك ترى ما لا نرى، وتعلم ما لا نعلم، فاكفنا شر ما في الغيب، واحفظنا بحفظك، واسترنا بسترك، وارحمنا برحمتك، ويسر أمورنا، وفرج همومنا، واشفي مرضانا، يا حي يا قيوم.